السلام عليكم طلاب، وصلنا للتيم برا من ديفيولر جوينت. شنو هذا وليش نطينا أهمية؟ أوكي، ليش خلينا كله بارت؟ لأن هذا التيم برا من ديفيولر جوينت هو من أهم المفاصل اللي ناخذها بالجسم وأقواها أهمين. أوكي، يعني هو كلش قوي هذا الـ هذا الـ هذا التيم برا من ديفيولر جوينت. أوكي، يعني الدرجة إنه تتحكم بأقوى عضلات موجودة بالجسم، تخيلوا هالمعنى. أوكي، فهو هذا التيمبورا مانديبولار جوينت من متكون وبين يا عظمتين. اوكي، من اسمه تيمبورو، يعني بين عظمه التيمبورال ومانديبولار، بين عظمه الفك السفلي اللي هي المانديبل. نجي لهذا التطبيق ونشوفها طلاب. اذا تشوفون هاي التيمبورا مانديبولار جوينت هو هذا. اوكي اوكي، بين صاير بين هاي العظمه اللي بالاخضر شو اسمها؟ اسمها تيمبورال. وبين هاي العظمه شو اسمها؟ اسمها مانديبل. زين، تحديدا وين؟ تحديدا طلاب شايفين هاي الفوسه اللي هنا، هاي الفوسة. اوكي، هاي الدبرجن هنا صاير. اوكي، هاي شو نسميها؟ فوسة. اوكي، فوسة اللي هي مانديبولار فوسة. اوكي، مانديبولار فوسة. زين، نسميها فوسة. اوكي، دقيقة، فوسة. اوكي، نسميها فوسة. زين، وبين من؟ بين هذا الجزء، هذا نسميه head of the mandible اللي هو هذا تحديدا. نشوف هذا اللي أشرته، نسميه head of the mandible or نسميه condylar process of the mandible. okay، condylar process of the mandible. زين، اللي هو عندنا احنا شنو؟ coronoid process بالmandible و condylar process أو head of the mandible. okay okay، فهو صاير between the head or condylar process of the mandible وبين هاي الفوسة. okay، فهسه عرفنا بين تمبرال بون وبين مندبلور بون وهاي. زين، هذا اكو قباله عظمي. اوكي، اكو قباله انتفاخ عظمي اللي هو هذا. وين صاير؟ صاير بالانفيريور سيرفيس اوف ذا زايغوماتيك ارش. هذا الانتفاخ العظمي، هذا الانتفاخ صاير قبال الهيد اوف ذا مندبل حتى يمنع الديسلوكيشن اوف ذيس جوينت، يعني يمنع انه الهيد اوف ذا مندبل يطلع كله لقدام. يعني هاي لو ستريت بدون ما كنت فاخ هنا عظمي، دقيقه بس خلي اخ، بدون ما كنت فاخ عظمي وهيك مستمر هالقد، هيك هذا زايغوماتيك ارش، يعني ماكو هنا انتفاخ عظمي. هذا هنا راح يصير ديسلوكيشن، يعني المندبل تتقدم اللي هنا. اوكي، فلازم اكو هذا الانتفاخ. سبحان الله خلقنا اياه. شنو اسمه؟ اسمه ارتكولار كارتلي، اسمه اسمه تيوبركل. اوكي، ارتكولار تيوبركل. شو اسمه؟ اسمه ارتكولار تيوبركل اللي هو هذا. اوكي اوكي، فعرفنا الجوينت وعرفنا سوالفه. نجي اللي هنا نشوف انه هو between the condylar process of the mandible or head of the mandible. اوكي، وهاي الفوسه اللي درسناها قبل شويه شنو اسمها؟ اسمها mandibular fossa، سميها mandibular fossa. اوكي، وقلنا قدام انتفاخ عظمي اللي هو هذا الانتفاخ العظمي، هذا zygomatic arch، وهو بالinferior surface of the zygomatic arch. شنو اسمه هذا؟ اسمه articular tubercle. articular tubercle. اوكي اوكي، فهسه احنا خلينا نجي نقرا نقول يابا انه هذا التيمبورا مانديبولار جوينت يصير بتوين ذا ثلاث شغلات، ثلاثه سيرفيس. اول شيء المانديبولار فوسه والهيد اوف ذا مانديبل اور كوندايلر بروسيس، وكذلك وجود من، لان هذا شوي راح يجي يطخ هنا، هذا راح يجي يطخ هنا، يطخ بمن؟ يطخ بهاي الارتكولار تيوبركل، وهاي الارتكولار تيوبركل ما تخليه يعبر اللي هنا. اوكي، يطخ بها ويرجع. فأكيد هنا راح يصير همين شو اسمه، راح يعتبر هذه الارتكولار تيوبركل ضمن الجوينت. اوكي، فيصير هذا الجوينت. اوكي، فهو بتوين ذا ثري سيرفيس، اثنين من هذين السيرفيس بالسكويموس بارت مالت التمبورال بون. فعليا اذا نشوفون احنا نحكي بالسكويموس بارت اوف ذا تمبورال بون، وبالسكويموس بارت اللي هو الكوندايل المانديبولار فوسه والارتكولار تيوبركل. اوكي، فا تو سيرفيس ماشي، تو هذا الجوينت يحتوي على ثري سيرفيس، اثنين منها بالتمبورال بون بالسكويموس بارت، من انه اللي هي التمبورال فوسه والارتكولار تيوبركل. اوكي، واحد يصير بالمندبل اللي هو الهيد اوف ذا مندبل اور كوندايلر بروسيس اوف ذا مندبل. وهسه راح نحكي كوندايلر بروسيس وراح يشوفون تاشيره، يعني خاف اللي يردون يشوفوه. اوكي، اي يونيك فيتشر اوف ذا TM joint. طبعا احنا طلاب يعني بالعمليات وبكل شيء، يعني واحد من يصير dislocation بي، يعني هذا من يصير dislocation، هسه راح ندرسها حالة سريرية بنهاية المحاضرة. هذا الهيد اوف ذا مندبل يعبر اللي هنا. اوكي، يعبر اللي هنا نتيجة ضربة او غيرها، نسميه dislocation. اوكي، هذا dislocation شلون ما يصير؟ عن طريق وجود هاي العظمة اللي هي الارتكولار تيوبركل. اوكي اوكي، زين،
من اني اجي بلعب اجي انا قاعد بالش اسمه قاعد بالطوارئ اوكي وجاني واحد عنده ديسلوكيشن تمبرامنتبيلر جوينت. انا هنا بالاختصارات مالت مال الطلاب الطب شو اختصروا ما يسموه تمبرامنتبيلر جوينت اسمه صعب كلش طويل يسموه تي ام تي ام جوينت او تي ام جي تي ام جي اوكي فبالتي ام جي في تي ام جي دور نحكي كل تي ام جي. The unique feature of the TMG is a fibrous cartilaginous. ها هنا أنا شنو أقول لك؟ خلني نجي نحكي عن TMG شوية. بلان نحكينا عنه. أوكي. شو نشوف؟ طلاب هاي ال هاي الhead of the mandible. أوكي. أو condylar process of the mandible. هاي الفوسة. طلاب تذكرون أني بالأول ما شرحت لكم محاضرات التشريح ال introduction العام. إيش قلت لكم؟ قلت لكم هاي عظمة. وهاي عظمة. أوكي. هاي عظمة. وهاي عظمة. وقلت لكم هذين العظمات حتى يتمفصلن ماشي شي يكون من يتمفصلن يكون شي اسمه جوينت اللي هو المفصل اوكي. وقلت لكم يابا هذين هاي العظمات تخوي هاي العظمه وانما وجود كارتلج هنانه كارتلج هنانه يحمي لي هاي العظمه يحمي لي ذن العظمتين اوكي. فنشوف كارتلج بنهايه كل عظمه نان الكارتلج اوكي اوكي اوكي. فهذا الكارتلج نسميه articular cartilage articular cartilage ونهايه اي مفصل هسه تشوفه بجسمك كله لازم نهايه العظمتين اكو كارتلج يحمي لي العظمتين من الاحتكاك. وقلت لكم شايفين من يجي واحد يقول من تجي للدكتور قل له مفاصلي مفاصلي توجعني ماشي ليش توجعها مفاصل؟ لان هذا الارتكيولار كارتلج مضروب عندها يعني او متفركذ او رايح او منتهي او هاي المره عمرها كلش طويل الدرجة انه هذا بدا يتفركذ وبدا يروح يتلاشى فصارت عظمه الطخ بالعظمه الثانيه فسبب لها الم. اوكي اوكي زين طلاب هذا المانديبولار جوينت هذا سوري هذا التي ام جوينت التي ام جوينت طلاب يختلف شويه يقول لك هذا يتحرك 24 ساعه واني دا احكي واني دا احكي المندبل ما تلفك السفلي ينزل ويصعد ينزل ويصعد ينزل ويصعد واني دا اكل واني مثلا دا ابلع لقمه ماشي من الاكل فهاي كله ينزل ويصعد ينزل ويصعد ينزل ويصعد فهاي يتحرك كلش هواي اكثر يعني اكثر جوينت بالجسم هو يتحرك وتلزمه يعني اقوى عضلات بالجسم فهذا يتحرك كلش هواي ماشي فاحنا ما نحتاج فقط هاي الكارتلج هذا الكارتلج يحتك لذلك ايش سوى رب العالمين ايش سوى شوف سبحان الله جاب لكم ديسك ماشي ديسك عبارة عن قرص هذا القرص شنو مميزاته يكون كارتلج ويكون بفايبراته هواية علمود يكون مرن وشنو مرن ونقدر نقول وصلد مرن وصلد يعني غير قابل لشنو انه ما يتفركث ماشي ماشي مرن وصلد يكون هنا اللي هو هذا تعالوا هسه طبق لكم هنا هاي عظمية راح ارسمها بالاسود اوكي اللي هو الهيد اوف ذا مانديبل وهاي الكرينيال فوس وهاي المانديبولر فوس اللي تشوفوه هنا اوكي اوكي اذا تشوفون هذا فوقه هذا الكارتلج اللي هسه انا رسمته بالازرق ووخرته هذا اللي رسمته بالازرق ووخرته هذا ارتكولر كارتلج والمانديبولر فوس هم بيها كارتلج اللي هو هذا رسمته اوكي فهذا العظم وهذا الكارتلج مالته وهذا العظم وهذا الكارتلج زين قلت لكم الله خلق ديسك هذا الديسك هو هذا ايش نسميه articular disc articular disc قلنا عباره عن شنو عن غضروف بفايبرات كلش هوايه لذلك ايش نسميه فايبرو يعني بفايبرات كلش cartilaginous عباره عن كارتلج وبفايبرات كلش هوايه disc articular disc اوكي مميزاته هذا اوكي اللي هو هذا اللي هو هذا اوكي اوكي اقول لك يابا وجود هذا articular disc اللي رسمته بالاحمر اوكي هذا الارتكولر ديسك قسم للجوينت الى تو كومبارتمنت الى غرفتين غرفه علويه اللي هي هاي هسه ارسمها بيمن ارسمها بالاحمر هاي الغرفه العلويه اوكي وغرفه سفليه اللي هي هاي الغرفه السفليه اوكي اللي هي بالاحمر رسمتين ووخرتين هسه اوكي اوكي وهسه هاي نعرف شنو هاي الفوائد هاي الغرف كل شيء عرفنا عنه ها مميزات هذا الجوينت شنو نوعه يكون ساينوفيال جوينت يكون ساينوفيال جوينت يعني شنو يعني اكو كبسوله تحيط بيه شوفوا اكو كبسوله بدت من هنا وحاطت بيه كله من هنا حمته هاي الكبسوله وداخل هاي الكبسوله اكو ممبرين ثاني حتى يحميها من شوفوا سبحان الله اللي هو هذا بالبرتقالي هسه راح ارسمه انا بالاحمر راح ارسمه بالاخضر هذا اوكي هذا شنو نسميه ساينوفيال ممبرين ماشي وبيه كبسوله اللي هي هاي رسمتها بالاحمر اوكي اوكي
فإذا تشوفون lower joint cavity أو upper joint cavity، شنو cavity؟ اللي هي ذني الشمبرات اللي قلت لكم عليها، هسا ما بالأحمر هذني، أوكي الغرف الفوق، أوكي. فقلنا إنه unique feature of the TM joint هو وجود الفايبرو cartilaginous articular disc، وهذا تفتقر إليه يعني بعض الجوينتات. زين دكتور انطيني بعد مثال الجوينت بيهم من هذا الارتيكولر ديسك. سبحان الله طلاب، هاي الفيرتبري طبعا راح ارسمها هيك مجعمره، اوكي، او هاي فيرتبري ثانيه. شنو فيرتبري؟ ها عفية فقرات. الفيرتبري طلاب رب العالمين هم من يقدر يتحرك، اوكي، فخلق هنا هم من ارتيكولر كارتليج وفوق ارتيكولر بس يقدر انه هي تتحرك. الانسان يتحرك، ينحني، يمشي، يتحرك، يدير وجه، يدير جسمه كله، هاي كلها بدها تتحرك عند الفيرتبري اللي هي الفقرات، ماشي. فالله سبحانه وتعالى خلق هم من ديسك، هم من ديسك هنا خلقه، وهذا الديسك هم من يكون صليد وبي فايبرات، اوكي طلاب سامعين واحد عنده مرض اسمه الديسك، سامعين؟ هاي حالات لازم تعرفوها انتم، وانا احب اشرحها صراحه حتى لو الوقت يكون كل شيء هواي مات الفيديو. سامعين هذا اللي عنده ديسك مثلا يجي الطبيب فقرات، قال له والله فقرات توجعني كل شو هواي فقرات توجعني، قال له الطبيب روح اخذ لي اكس راي اشعه، ركز وياي بالسيناريو هذا، قال له روح اخذ لي اشعه، راح اخذ اشعه، اوكي، وباوع الظهره شاف الديسك مالت الفقره الخامسه مثلا، الفقره القطنيه الخامسه ماشي، والفقره القطنيه الرابعه، الديسك بيناتهن شنو محتك ومنتهي ومتاكل، اوكي، فقال له يا بنت عندك ديسك. المريض من سمع ديسك ما يعرف شنو ديسك بس خاف، اوكي، بس هو الديسك اللي هو الكارتج اللي يكون بتوين ذا تو فقرات، اوكي، اثنين فقرات الديسك اللي يكون بيناتين. فهذا شنو من قال له عندك ديسك شنو علاجه؟ يسوي له عمليه ويخلوا له ديسك جديد، اوكي، يعني يخلوا له ديسك اصطناعي، ماشي. نجي نحكي عن الارتيكولر، نجي نحكي عن شوية الارتيكولر ديسك. يقول لي هاي وين موجود هذا الارتيكولر ديسك؟ يقول لي located within the joint capsule، يقول لك انه داخل الجوينت يعني، اوكي، داخل الجوينت between the mandibular fossa and condyle. شنو condyle او condylar process؟ نفس الشيء، اوكي، اللي هو الهيد اوف ذا mandible قلنا عليه. ذا ديسك، يقول لك هذا الديسك راح يقسم الجوينت الى شوف upper cavity اللي هو هذا والlower cavity باختصار. فthe disc divide the joint capsule into two distinct compartments، compartment or cavity نفس الشيء، اوكي، يعني غرف او تجاويف. نجي بالغرفه الجوه اللي هي هاي، اوكي، نجي بالغرفه الجوه اللي هي هاي. ايش تحكي طلاب؟ هاي الغرفه الجوه تخلي joint يعمل عمل الهنج joint. يعني شنو؟ يعني تخلي هذا الجوينت يتصف بصفات الهنج. يعني شنو الهنج او هنج؟ طلاب سامعين انتم بالنوع من انواع الحركات مالت الجوينت اسمه هنج او هنج جوينت. هذا يعني تاخذوه انتم المفروض ماخذيه بالاور ليم واللور ليم هذا النوع، اوكي. شنو هذا الهنج؟ اقول لك هذا اني اسم، هسه نعطيكم مثال عنه. هذا مثل الالبو، ماشي، مفصل اللي بالايد الالبو، اوكي، والني جوينت مفصل الركبه، اوكي، ايش تتحرك مفصل الركبه؟ تعالي للرجل، هسه ما تذكروني اللور ليم شويه. ايش تحرك رجلك؟ تتحرك لقدام وترجع لورا، اوكي؟ وشويه تقدر تفرها يمنى وشويه تقدر تفرها يسرى. فهذا يخلي لي شنو؟ يخلي لي المفصل يتحرك لي بهيك اتجاهات. المفصل يصعد، مات المفصل الفك السفلي يصعد ويخلي الفك السفلي ينزل ويخليه يتحرك يمنى ويخليه يتحرك يسرى. اوكي هذا هو. هاي وين الحركات كلها تحصل؟ وين تحصل؟ بهذا ضمن هذا الشامبر، ضمن هذا الكافيتي، اوكي. فايش نسميه هذا الكافيتي يخلي المفصل يعمل الهنج جوينت، اوكي، الهنج جوينت. فاذا تشوفون هذا الكافيتي يقول لك يخليه يفر. شوف طلاب، انا من احرك يمنى واحرك يسرى، اوكي، انا جاي افر بالمندبل، لو ما جاي افرها، جاي افرها بس حرك. شوف، نزل فكك شويه 2 سنتيمتر، نزله بس 2 سنتيمتر، اوكي، وظل فك ودي فكك يمنى وودي فكك يسرى، ظل هيك ودي، جاي تفر بالفك لو لا، يمنى ويسرى، يمنى ويسرى، وشويه طلع لقدام، اوكي، جاي تفر لو لا، فجاي يسوي له شنو؟ جاي يسوي له روتيشن عفيه. فاللور
compartment or inferior cavity اقدر اسميها من ايش راح يمنح لي صفه للجوينت، ايش راح يمنح لي صفه انه هو روتيشن، يصير روتيشن بالجوينت. وكذلك يقول لك سلايدنج موفمنت، طبعا سلايدنج موفمنت يسويها بشكل كلش يعني قليل ومو ميجر، هو يسوي السلايدنج موفمنت. الابر كم كومبارتمنت اور السوبريور كيفيتي هو اللي راح يسوي لي بشكل كلش كبير السلايدنج موفمنت. اوكي اوكي، بس هذا شنو وظيفته هسه؟ هذا اللور اللي هو الروتيشن ويعمل عمل الهينج جوينت. هاي شوفوا الصوره هنا، ما يحتاج اي شيء تكتبون وياي اي ملاحظات. شوفوا هاي انا بهاي الصوره موضحه، اقول لك شوفوا هنا شلون دي يصير روتيشن بحيث فار السهم. شوف فار السهم يعني يقول لك انه انت تقدر تنزل المندبل وبعدها ترفعها وتقدر توديها يمنى وتقدر توديها يسرى. هاي اللي نوديها يمنى او يسرى نسميها سايد تو سايد موف موفمنت. هاي الحركه نسميها سايد تو سايد موفمنت. اوكي، فيقول لك هينج موفمنت اوف ذا لور جو اوف ذا لور جوينت. شوف هذا لور جوينت وهذا ابر جوينت. شوف طلاب هذا الديسك الارتكولار ديسك مقسم لي الى انفيريور كافيتي وسوبريور كافيتي. اوكي وياك، اقول لك مما منح لي هذا الجوينت انه يتقسم لي الى تو جوينت، هو جوينت نفسه واحد ينقسم لي الى تو جوينت، ابر جوينت ولور جوينت. تشوفون طلاب؟ اوكي، ليش؟ ليش ابر جوينت ولور جوينت؟ تعالوا طلاب، لان من مميزات قلنا هذا الجوينت شنو هو؟ قلنا ساينوفيال جوينت. ومن مميزات الساينوفيال جوينت اول شيء تحيط به كبسوله، وبعدين تحيط به شنو؟ تحيط به ممبرين تسميه ساينوفيال ممبرين، وبعدها تجي العظمه هنا وتجي العظمه هنا، وبعدها ايش يجي ويا العظمه؟ يجي هنا الارتكولار كارتلج وهنا الارتكولار كارتلج. والاضافه الوحيده اللي هنا ضفناها انه يابا اكو ديسك، اكو ديسك. اوكي؟ اوكي. طبعا وجود الديسك هنا مما يمنح انه احنا نقدر نشتبه انه نعتبر هذا الجوينت نوعه مو ساينوفيال، فايبروكارتيجينيوس جوينت. اوكي، بس هنا لان يمتلك كل موجود شنو؟ موجود هذا الكبسول وموجود ساينوفيال ممبرين، فقلنا انه يابا هذا نوعه ساينوفيال جوينت. اوكي، وليس فايبروكارتيجينيوس جوينت. وهاي الامور كلها انتم ماخذوها بالابر لم واللور لم ضمن الجوينتات. اوكي، وطب القادسيه انا ادري بيكم انتم ما ماخذين جوينتات وهسه راح تلاص عليكم. المهم وضحتكم اياها بعد. شوفوا عيني هسه هذا الديسك هنا. اوكي اوكي زين، وكافيتي واحد هنا بس. شوفوا بدون هو الاصل ما ساينوفيال ممبرين، ساينوفيال جوينت، ساينوفيال جوينت دحكي عنه بشكل جنرال. الاصل ما تبي كافيتي، وهذا الكافيتي داخله فلويد، هنا أنا فلويد. اوكي اوكي، لكن وجود هذا الديسك كافيتي واحد داخل الساينوفيال جوينت، لكن وجود هذا الديسك، شوفوا هذا الديسك وجوده سوالي قسم لي الساينوفيال جوينت الى ابر كافيتي وانفيريور كافيتي. اوكي، بالتالي صار عندي جوينت جوا وجوينت فوق. اوكي اوكي اوكي، لحد الان مو تمام. فيقول لك هذا السوبريور. اوكي، اللي هو اللي هي هاي. اوكي، اللي هو السوبريور كافيتي وهذا الانفيريور كافيتي. اوكي، اقول لك يابا هذا الانفيريور كافيتي يعمل كهينج جوينت، قلنا انه يعني الفك يصعد لفوق وينزل لجوا، هاي مميزات الهينج جوينت، الفك يصعد لفوق والفك ينزل لجوا، والفك يروح يمنى والفك يروح يسرى، يعني سايد تو سايد موفمنت. اوكي، يعني شو يسوي لي؟ يسوي لي روتيشن اوف ذا اوف ذا اوف ذا جوينت. اوكي، يعني فره نقدر نقول. اما لفوق فشو يسوي لي؟ يقدم لي جوينت لقدام ويرجع لورا. هذا يا هو السوبريور كيفيتي، لذلك سميناه سلايدنج موفمنت. يعني شنو سلايدنج موفمنت؟ يعني اني اقدم الجوينت لقدام وارجع لورا. تعالوا وياي للموفمنت هنا أنا مالت الجوينت. شوفوا شوفوا الموفمنت طلاب، هذا السلايدنج موف، قدمت الجوينت لقدام، سويت حركه شنو نسميها؟ نسميها بروتروجن. ومن رجعت الفك لورا سويت حركه نسميها ريتروجن، يعني رت. شايف هاي الري يعني رجوع، برو يعني تقدم. اوكي، فهاي برو يعني تقدم، وهاي الري يعني رجوع. اوكي، ريتروجن يعني ارجع الفك لورا، او اصعد الفك لفوق او انزله لجوا. من اصعده اسويها، من اصعد اسوي الليفيشن، ومن انزل اسوي الديبريشن. اوكي، او احركه سايد تو سايد موفمنت. يعني شلون سايد تو سايد موفمنت؟ هسه راويكم هاي هنا انا ضايف صوره، هذا سايد تو سايد موفمنت تشوفون اللي تقوم به تيمبوراليس مصل همين. ما شو هسه راح ناخذ بعد همين، راح تقوم بالميديال تورجود مصل واللاترال تورجود مصل، هسه راح ناخذ ذني العضلات. اوكي
اوكي فاعيد ملخص بسيط عن هذا الجوينت حتى نقول خلصنا. اوكي البروتروجن اذن الابر كافيتي يسوي له فورورد موفمنت. يعني شنو يعني بروتروجن؟ يعني بروتروجن يعني قدمه لقدام، ومن يرجع جوينت هو تلقائيا راح يرجع. اوكي لان المصر راح يجره وكذلك الليجمنت راح يجره فهو تلقائيا يرجع، بس احنا البروتروجن نحتاج بها طاقه. يعني من اقدم الفك مالتي لقدام، اوكي من احسن جاي احكي واسويها صدق، يعني من اقدم الفك مالتي لقدام احتاج طاقه اوكي، فيقوم بها السوبريور جوينت او السوبريور كافيتي. اوكي اوكي فخلصنا، نعيد عادة سريعة. اللور كيفيتي اللي هو شنو يكون مسؤول عن حركة الراوند بشكل اساسي، اما الابر كيفيتي او السوبريور كيفيتي اوكي مسؤول عن الجلايدنج، يعني انزلاق الجوينت. يعني شنو انزلاق الجوينت؟ مو مرض هذا اوكي، وانما جوينت تتحرك بروتروجن فورورد اوكي. فاذا تشوفون هنا شلون هاي الصورة كلش واضحة اوكي، شلون ترجع له وهاي شلون يفرج جوينت، يعني يسوي لي راوند روتيشن اوكي اوكي. وهنا هاي شنو؟ عفية هاي المندبولر فوسي وهاي المندبول هيد اوف ذا مندبول. شوف شلون يتحرك، شوف شلون يتحرك اوكي. هذا شنو؟ هاي هذا جوينت شنو نسميه الجلايدنج جوينت. هذا جوينت هو الجلايدنج جوينت. يعني انا اقدر هسه شنو اسوي؟ اقدر ارفع المندبول واقدر بنفس الوقت انزلها، واقدر افرها ميديالي واقدر اقدر افرها ليفت واقدر افرها رايت. هذا من مميزات الهينج جوينت او هينج موفمنت. الهينج موفمنت هي هاي من مميزاتها. هاي وين يحصل؟ يحصل باللور جوينت او اللور كافيتي، يعني هنا اوكي اوكي اوكي. زين طلاب، من يصير بروتروجن راح يشتغل هذا السوبريور كافيتي او السوبريور كافيتي اللي هو هذا. شلون حيصير؟ شوف طلاب، راح تجي عضله هنا تشلب بهذا هذا الارتيكولار ديسك اللي هو هذا، تشلب بعضله والهيد اوف ذا مندبل يصعد، يلطش وين؟ يلطش بالارتيكولار ديسك اوكي. فاثنيناتهم يتحركن بروتروجن، بروتروجن مع بقاء هذا الكيفيتي اوكي. يعني السالفه وين تحصل؟ تحصل بهذا الكيفيتي، لان هذا الكيفيتي من راح تصعد هاي الهيد اوف ذا من الهيد اوف ذا مندبل، راح هذا الكيفيتي يروح من تصعد اوكي، يعني تختفي هنا راح يصير تلزق بالهاي فيروح هذا الكيفيتي اوكي. وتصير فقط هذا الكيفيتي ظل يعمل ماشي. هاي وين؟ هاي هاي يظل بس الابر كومبارتمنت يشتغل اوكي. زين زين هسه احنا كل شيء وضحنا بعد ماكو اي شيء. ها نجي للجوينتات مالت المندبول. خلينا نجي هنا نوضح الجوينتات، اوضح لكم اياها هنا وبعدين اجيكم. ها مو احسن؟ اي احسن. شوفوا طلاب، هذا تي ام جوينت، هاي شايفيها هاي الكبسوله تحيط بي، شو نسميها؟ هاي بالاخضر، هسه راح اشيرها دقيقه. هاي بالاخضر نسميها تيمبرو مندبولار كبسول، تيمبرو مندبولار كبسول. اذا تشوفوا شلون محاطه بالجوينت ماشي، قدام الكبسول قدامه انتيريور للكبسول اكو ليجمنت، شو نسميه؟ تيمبرو مندبولار ليجمنت، تيمبرو مندبولار ليجمنت. هسه هاي شنو؟ شغلتين عرفناها اللي هو الكبسول والتيمبرو مندبولار ليجمنت. اكو بعد ليجمنت يعمل كاكسسوري ليجمنت هم يساعد بها جوينت بس هو بعيد عنه، شو نسميه؟ نسميه ستايلو مندبولار ليجمنت. ليش سميناه ستايلو مندبولار ليجمنت؟ للبساطه هذا يتصل لي بالستايلود بروسيس، ستايلود بروسيس اوكي. مالت من ستايلود بروسيس؟ عفية مالت التمبرال بون اللي هو هذا الستايلود بروسيس ماشي، ويتصل لي بالمندبل، بالانجل اوف ذا مندبل، نانا بالانجل اوف ذا مندبل اوكي اوكي. اما هذا وين يتصل؟ يتصل لي بالانفيريور سيرفيس اوف ذا زيجوماتيك ارش، هذا اللاترال او تمبرال مندبولار جوينت ليجمنت. ويتصل لي وين؟ بالبوستيريور مارجن اوف ذا كوندايلر بروسيس اور ات ذا نيك اوف ذا مندبل اوكي اوكي. المندبل كلكم تعرفون بها هيد، اللي هو الهيد يروح يشارك وين؟ بالجوينت، والنك اللي هي هنا اوكي. هاي كلها ضمن الكوندايلر بروسيس. بعد نجي جوينت ثالث اللي هو هذا الجوينت اللي اشرته، هذا شنو نسميه؟ نسميه سفينو مندبولار جوينت. ليش؟ يتصل بالسفينويد بون، بالسوباين مالت السفينويد بون، وينزل لجوا. وين يتصل لي بعد؟ يتصل لي هنا اوكي باللينجولي اوف ذا مندبول. هسه راويكم اياها اللينجول اوف مندبول، هنا عباره عن بروز عظمي صاير بالمندبول، هنا نسميه لينجول اوف ذا مندبول، صاير فوق من فوق المندبولر فريمن. هاي اللينجول اوف هو يتصل هنا اوكي. فخلصنا كل شيء، هن اربع ليجمنتات، اول شيء كبسول، ثاني شيء تيمبرا مندبولر جوينت، السفينو مندبولر جوينت، وكذلك سفينو مندبولر جوينت، وكذلك الستايلو ماستو ستايلو مندبولر ليجمنت، ستايلو مندبولر ليجمنت. نروح نرجع لهنا نشوف هنا شنو.
شو عندي؟ عندي هاي الكبسول وعندي هذا شو نسميه lateral أو temporal mandibular joint اللي هو هذا قدام الكبسول قلنا، وهذا يا هو stylo mandibular ligament قلنا يتصل بالangle of the mandible وبالstylo to process. أوكي، وأما هذا يتصل بالinferior surface ماشي of the mandible of the zygomatic arch تحديدا وين؟ بالarticular tubercle. أوكي، وين هنا؟ باللاترال مارجن of the coronoid of the condylar process. اوكي، او باللاترال وينزل شويه لللاترال سوري للبوستيريور مارجن اوف ذا كورونويد بروسيس والبوستيريور مارجن اوف ذا ريماس همين شويه مو مهمه طبعا مات الاتاتشمنت تاتون كتبون كتبون يعني اوكي. وهذا وين يتصل بالسوباين اوف ذا مندبل اللي هي هنا سوباين اوف ذا سفينويد. طلاب كلكم تعرفون عظمه السفينويد، خل اراويكم السوباين مات السفينويد وين بالضبط. شوفوا طلاب اراويكم السوباين اوف ذا سفينويد، خل اشوركم عظمه السفينويد isolate. هذا سوباين اوف ذا سفينويد، هذا كيف هو يتصل هنا وينزل، هذا سوباين اوف ذا سفينويد. نجي نرجع ستايلومندبولار الستايلومندبولار ليجمنت خلصناه اوكي، وسفينومندبولار وين يصل ينزل لللينجولا لينجولا اوف ذا مندبل. خلي اشوف اكو بعد صوره المندبل بالله وينها اوكي، اي هاي اللينجولا اوف ذا مندبل ده تشوفوها هنا عباره عن بروز عظمي هنا طالع اوكي، تحت من تحت هاي الفرايمن هنا، هاي الفرايمن اللي هي المندبولار فرايمن. اوكي، نجي من المميزات راح اجي احكي لك شويه عن من عن الستايلو مندبولار ليجمنت. طلاب المميزات ستايلو مندبولار ليجمنت شايفين النك، اي النك الرقبه مالتنا اكو بيها فاشيه صايره جوا كلش، شو نسميها ديب فاشيه، بعدين راح ناخذها من ندرس النك ان شاء الله اول محاضره. بيها فاشيه، هاي الفاشيه شو نسميها؟ نسميها ديب سيرفايكال فاشيه، سيرفايكال يعني عنقي يعني نك اوكي. هاي تنزل من هاي الرقبه، هاي الرقبه اوكي، وهاي الفاشيه تصعد لفوق للراس وتتثخن وتكون لي هذا الليجمنت اللي هو ستايلو مانديبولار ليجمنت. فهو ريبريزنت يمثل ثيكنت بارت اوف ذا ديب سيرفايكال بارت الديب سيرفايكال فاشيه. يقول لك هو يمثل لي انه عباره عن ثيكنس مين ثيكنت مين من ديب سيرفايكال فاشيه اوكي. طبعا هاي معلومات زايده بس خلي اجي اشرح لكم هذا الجوينت نعيده. هذا الهيد اوف ذا مانديبل وهذا شنو هي؟ اوكي دقيقه، هاي شنو؟ هاي المانديبولار فوسا. وهذا شنو؟ هذا الارتيكولار كارتليج اوكي. وهاي بالاحمر اللي راح ارسم شنو؟ هذا انفيريور كيفيتي وهذا سوبريور كيفيتي. الانفيريور كيفيتي مسؤول عن شنو؟ هاي مراجعه بسيطه وسريعه، مسؤول عن شنو؟ عافيه. الانفيريور كيفيتي مسؤول عن عن الروتيشن اوكي، وهذا مسؤول عن شنو؟ عن البروتروجين يعني اقدم الفك لقدام. الروتيشن من مميزات يا جوينت مميزات الهنج جوينت، يعني شنو روتيشن؟ يعني انا اقدر ارفع المندبل، اقدر انزل المندبل، اقدر سايد تو سايد موفمنت يعني احرك المندبل تو ليفت وتو ذا رايت اوكي اوكي. اذا تشوفون طلاب السفينو مندبولار ليجمنت هنا انا اريد اضيف لكم معلومه، اريدكم تكتبوها اوكي بهاي الصوره، بس ركزوا وياي بهاي الصوره. هذا السفينو مندبولار ليجمنت لاترال الي لاترال الي اوكي لاترال الي شيمر يمر هذا الـ هذا الارتري شو نسميه اللي هو المكزيلاري ارتري. هاي اخذناها بالمحاضره التاسعه اخير صور اوكي اخير صور اخذناها اللي هو قلنا السفينو مانديبولار ليجمنت يمر لاترال الي المكزيلاري ارتري ويمر لاترال الي برانش طالع لي من المانديبولار ديفيجن اوف ذا تريجمينال نيرف اللي هو هذا المانديبولار ديفيجن اوف ذا تريجمينال نيرف. هذا البرانش طلع منه اوكي، اللي هذا البرانش شوف شلون حاد داير مداير من هذا الميدل مننجيال ارتري ما عليكم به. المهم دخل لاترال ان من هذا البرانش دخل لاترال للسفينومندبولار ليجمنت. هذا النيرف شو نسميه؟ ارتيكولو تيمبورال نيرف، ارتيكولو تيمبورال نيرف. فيجيك سؤال ام سي كيو يقول لك شنو اللي راح يمر لاترال بالنسبه للسفينومندبولار ليجمنت؟ يقول لي يا هو شغلتين، يقول لي يا بشغلتين، اول واحد نيرف وثاني واحد artery. النيرف articular temporal nerve اللي هو of the trigeminal nerve of mandibular nerve of the mandibular nerve of the trigeminal nerve والmaxillary artery of external carotid artery اوكي اوكي. وانفيريور الي لهذا الليجمنت موجوده شنو؟ فوريمن اسمها mandibular foramen، هاي كتبوها المعلومات اوكي. ويمر جوا mandibular foramen اوكي، وكذلك يمر جوا انفيريور الي همين برانشات شو نسميهن اللي هي المايلو هايويد برانش اوف ذا انفيريور الفيولر نيرف من هذا اوف ذا مانديبولار اوف ذا مانديبولار دقيقه اوف ذا مانديبولار ديفيجن اوف ذا تريجمينال نيرف اللي هو يا هو المايلو هايويد نيرف
هذا مال مانديبولار ديفيجن اللي هو هذا امور شنو انفيرير للسفينو مانديبولار ليجمنت. اوكي وبعد شنو دقيقه هاي وين راح ثاني دقيقه وبعد شنو يمر لي بعد شنو يمر اللي هو المايلو هايود برانش اوف ذا انفيرير الفيولار ارتري المايلو هايود برانش اوف ذا انفيرير الفيولار ارتري. اوكي اوكي هذا مين جايني الانفيرير الفيولار ارتري هذا خليه عليكم عيدكم انتم تجاوبوني اوكي وكلش بسيطه يعني واضح همين لا تقولي لي ما تعرفوا اوكي يعني اي وضحت لكم اياها رسمت همين يعني بعد يمكم هو اوكي اوكي فخلصنا كل شيء يعني بس هنا اريد اوضح همين معلومه انا هنا شو مسوي يسموه بروتروجن اذا هنا راح يشتغل يا هو راح يشتغل هذا الكافيتي يشتغل الجوينت بالسوبريور كافيتي اوكي هنا انا شو مسوي منزل الفك شويه منزله اوكي فايش يشتغل هنا يشتغل هذا الكيفيتي اللي جوا اوكي فهنا نجي تشوف سويت بروتروجن يقول لك اشتغل هنا الجلايدنج موفمنت وشويه من الهنج ليش لان شويه نزلت المندبل خليها بالك اوكي اما هنا منزل المندبل بس ما مقدمه لقدام فاشتغلت عندي بس الهنج موفمنت يعني شنو الهنج موفمنت قلنا اما نزل المندبل او ارفعها سايد تو سايد موفمنت